يقول السائل: هناك بعض النساء يمرون بين صفوف الرجال أثناء الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ في الزحمات الشديدة مثل الحرمين الشريفين يستثنى هذا الشيء، المرور للضرورة، هذا شيء ما ينضبط، ما يمكن تمنع الناس وتمنع النساء بسبب الزحمات، وكل ما اشتد الأمر فإنه يتسهل، وهذا من الضرورة مرور الناس نساء ورجال في الحرم ولو من أمام المصلي، لا لا بأس بذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مستثنى. نعم.